السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعين. اليوم انتشرت بين ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي تسريبات مسودة الاتفاق بين صنعاء والسعودية، حيث تتجه الأنظار خلال الساعات المقبلة صوب إعلان مرتقب وصف بأنه تاريخي بالنسبة لليمن واليمنيين كافة، حسب ما أكده مسؤولون سياسيون ومدنيون يمنيون مقيمون في السعودية، داعين الجميع إلى ترقب إعلان انتظروه طويلا وفق وصفهم. وتصدر هؤلاء السياسيين والمدنيين اليمنيين رئيس منظمة فكر للحقوق والحريات عبد العزيز عقاب، إذا أنتم تعرفوه، بنشره تصريحات مثيرة لجميع اليمنيين بشأن ما سماه مسودة الحل الشامل في اليمن، وتأكيده التوصل إلى صياغة المسودة وأنها ستنشر على الملأ خلال ساعات. ناشدون أيضا نشروا مسودة مبادرة سلام بين حكومة صنعاء والسعودية، وقالوا إنها شملت المسار الإنساني والمسار السياسي. طبعا هو المسار السياسي هذا أنا أستبعده، أنه المفاوضات حاليا هي كلها على المسار الإنساني. المهم، وتمثل خارج الطريق لنجاح الخطوات الإنسانية والحقوقية ونجاح الحوار والوصول إلى الحلول الشاملة، كما تتضمن وقفا شاملا للحرب التي يشنها تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات على اليمن للعام الثامن على التوالي، ودفع تعويضات وإعادة الإعمار. وتتكون المسودة من مسار إنساني يشمل ترتيبات بوقف شامل لإطلاق النار برعاية الأمم المتحدة وفق هدنة طويلة، تتحول إلى وقف دائم للحرب ودفع المرتبات وفق كشوفات 2014 على أن ينشأ بنك مشترك في صنعاء أو الحديدة، ويتم توريد النسب الداخلة في موازنة الرواتب وفق موازنة العام 2014 وفتح الموانئ والمطارات وتبادل الموقوفين. أيضا تضمنت هذه المسودة فتحا للطرق على مرحلتين، الأولى للطرقات الفرعية والبديلة والمختصرة على أن يتبعها فتح الطرق في مناطق التماس، مع وضع ترتيبات تضمن عدم الاعتداء أو تقدم لأي طرف وبإشراف ورقابة الأمم المتحدة. طبعا وبتعي الآن على المسار السياسي، وجاء المسار السياسي بالنسبة لما تضمنته المسودة من المسار السياسي الذي أنا أستبعده، فقد تضمن إعداد آليات جديدة لإدارة الحوار وإنجاح المفاوضات مع تهيئة الأجواء الإعلامية والسياسية الملائمة لإنجاح المحادثات والعوامل المساعدة على توفير الأجواء لذلك، إضافة إلى طرح إطار جديد للمفاوضات. يتزامن مع المسار السياسي إصدار مجلس الأمن قرار بالإطار السياسي الجديد يكون بديلا للقرار 22/16 وكافة القرارات المتعلقة بالأزمة اليمنية لتشجيع كافة الأطراف على الانخراط الإيجابي في أجواء الحوار والسلام، مع تشكيل لجنتين مرجعيتين فنية وسياسية بإشراف الأمم المتحدة لتيسير الاختلافات. وحسب المسودة فإن ما يتم التوصل إليه يطرح للموافقة عليه بالطرق الدستورية على أن يشكل الحوار والحل الشامل أساسا للشراكة الحقيقية والمصالح الوطنية الشاملة وطي صفحة الماضي وجبر ضرر الجميع. وتضمنت المسودة بند التعويضات وإعادة الإعمار لكل ما لحق باليمن وإطلاق حملة إعمار واسعة وتعويض لكل ضرر بما يحقق تجاوز كل آثار الحرب. طبعا بعد شوية يعني بعد ما قريت هذه التسريبات قرأت هناك أو وجدت خبرا يقول قيادي حوثي يؤكد أن الاتفاق بين حكومة صنعاء والسعودية لا يلغي بأي حال من الأحوال الحوار بين أطراف يمنية. الحوار بين الأطراف اليمنية، الخبر يقول: أكد قيادي في حركة أنصار الله في اليمن أن الاتفاق بين حكومة صنعاء والسعودية برعاية سلطنة عمان
لا يلغي بأي حال من الأحوال الحوار بين الأطراف اليمنية. وقال عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد البخيتي في تدوينة على تويتر: أي اتفاق مع السعودية لا يلغي الحاجة لحوار داخلي يمني يمني، وعلى كل طرف أن يصحح موقفه ويحسن أداءه وتعامله مع الناس من الآن. وأضاف: في النهاية لابد وأن نحتكم للشعب عبر صناديق الانتخابات، وعندها سيتحمل كل طرف أعباء أخطائه وتجاوزاته السابقة. يعني أظن أنه في المسار السياسي سيكون هناك انتخابات أو مؤتمر مصالحة، والله أعلم، هذا الذي أتوقعه. أيضا هناك خبر يقول: أول تعليق رسمي من صنعاء حول طائرة الأموال السعودية، لأنه انتشرت إشاعة تقول أن طائرة أموال سعودية وصلت إلى صنعاء، وهي الطائرة الخاصة بالمرتبات. الخبر يقول: تداولت عدد من المواقع الإخبارية وصول طائرة سعودية تحمل مرتبات للموظفين وسط استمرار التسريبات حول ما يجري من مفاوضات بين صنعاء والرياض. وزير الإعلام في حكومة صنعاء ضيف الله الشامي نفى وصول طائرة سعودية تحمل أموالا للرواتب، واعتبره خبرا عار من الصحة. غير أن الشامي لم ينفي وصول وفد سعودي في وقت كانت مواقع رصد حركة الطائرات قد سجلت رحلة لطائرة عسكرية سعودية من الرياض إلى صنعاء. وذكر الشامي في تغريدة له اليوم إنه لا يمكن التعامل مع المفاوضات إعلاميا حتى يصبح واقعا حقيقيا. يعني كل ما بيجري حاليا من مفاوضات لا يمكن الاعتماد عليه إلا إذا قد تم الإعلان عنه وتوقيعه. وتابع قائلا: طريق السلام لا تكتبه الأقلام، بل تصنعه المواقف. هذا ما ورد بالنسبة لتعليق صنعاء حول طائرة الأموال السعودية التي أشيع أنها وصلت إلى صنعاء.